نفذت الحكومة عددا من المشروعات بمحافظة الغربية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين. يأتي ذلك فيما تفقد وزير الصحة خالد عبد الغفار عددا من مشروعات القطاع السياحي الصحي بالغربية، حيث شملت هذه الزيارة تفقد الوحدة الصحية بقرية بنصير، وأيضا القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة. مستشفى حميات المحلة من تاني أقدم مستشفيات الحميات على مستوى جمهورية مصر العربية، بتقدم خدمات متعددة، فيها قسم أسنان على أعلى كفاءة، فيها عيادة خارجية. معدل التردد في شهر سبتمبر كان 21500 بالتقريب. بتقدم خدمة لمرضى الغسيل الكلوي. مرضى الغسيل الكلوي اللي عندنا إما مرضى غسيل كلوي بي فيروس بي او بي وسي. المستشفى مبني على احدث طراز معماري، بس للاسف عانت من الاهمال لفترات طويله، وكان فيها نوع من الاهمال لسنين، فكانت المستشفى حالتها مزريه جدا جدا جدا. دخلنا فيها وكانوا مش متوقعين ان المستشفى هيحصل فيها تطوير فعلا، وحولناها فعلا لمستشفى 5 نجوم على اعلى مستوى، بتقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى مع المحافظه على الطراز المعماري الفريد اللي موجود بالمستشفى، على الحدائق والجناين اللي كانت مهملة. قعدنا الحدائق والمنظر المعماري الجميل اللي كانت فيه المستشفى، رجعنا المستشفى إلى حالة ممتازة. رعاية جميلة جدا، تذكرة بجنيه و أشعة ببلاش خالص، وتحليل صورة دم كاملة ببلاش برضو، وفي نظام وفي رعاية متكاملة.